السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتكلم العربية مع علاء وحلقة جديدة. في العمل، في الطريق، في السفر، نقابل أناسا نريد أن نتعرف عليهم، نريد أن نسأل أسئلة شخصية. كيف نسأل هذه الأسئلة؟ وكيف نجيب عن هذه الأسئلة؟ مستعدون؟ هيا نبدأ. اسمعوا ورددوا. ما اسمك؟ اسمي أحمد. ما اسمك؟ اسمي فاطمة. كم عمرك؟ عمري 20 سنة. كم عمرك؟ عمري 15 سنة. من أين أنت؟ أنا من سوريا، أنا سوري. من أين أنت؟ أنا من ماليزيا، أنا ماليزية. أين تسكن؟ أسكن في تانجولومبور. أين تسكنين؟ أسكن في إندرا ماكوتا. ماذا تعمل؟ أنا لا أعمل. ماذا تعملين؟ أنا أعمل معلمة. اليوم نحن نتكلم عن التعارف، لذلك اليوم لدينا ضيف نريد أن نتعرف عليه. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً بك يا أستاذ. ما اسمك؟ أنا اسمي محمد شرفي. كم عمرك؟ عمري 29 سنة. أين تسكن؟ أسكن في تانجولومبور. ماذا تعمل؟ أنا أعمل معلماً للغة العربية. ما شاء الله. إذن حدثنا عن خبرتك وتجربتك في تعلم اللغة العربية. قد تعلمت هذه اللغة لمدة طويلة، ولكن وجدت فرقاً عندما ذهبت إلى الدورة المكثفة للغة العربية، وكنا نمارس هذه اللغة في كل وقت. إذن المفتاح هو الممارسة. نعم، وبعد ذلك ذهبت إلى المغرب وأتقنت هذه اللغة وأصبحت معلماً لها. إذن بماذا تنصح من يريد أن يتعلم اللغة العربية؟ نعم، أنصحهم بممارسة هذه اللغة وعدم الخوف من الأخطاء. تذكروا، من لا يخطئ لا يتعلم. فاسمع وتكلم. شكراً أستاذ شرفي. عفواً يا أستاذ. هذه أسئلة بسيطة، وهناك أسئلة أخرى كثيرة للتعرف. نسمع ونتكلم. إلى اللقاء.